الطيف في قسنطينة دخل اتحاد العاصمة بشعار الفوز لا غير للانفراد برياض الترتيب قبل المواجهة الأخيرة من مرحلة الذهاب والتي ستجمعه بالوفاق. المنافس هذه المرة بطل الدوري الموسم المنصرم جمعية أولمبي شلف بقيادة محمد مسعود بعد غياب قلب دفاعه سمير زاوي. آلة الاتحاد تحركت منذ البداية باحثة عن أول الأهداف عن طريق مهدي بن علجية في الدقيقة الثامنة، وبعدها بومشرا هو الآخر حاول في هذه الكرة التي ارتطمت بالقائم. مهدي بن علجية ولثاني مرة يجد نفسه أمام الحارس غالم، إلا أنه يخفق أمام عودة دفاع الأولمبي. رد شلفاوة كان عن طريق علي حاجي الذي ذهبت تسديدته بعيدة عن إطار المرمى. العموري جديات وفي مواجهته لفريقه السابق بحث عن افتتاح النتيجة بهذه التسديدة. الاتحاد انتظر حتى الدقيقة 35 ليتحصل على ضربة جزاء احتسبها الحكم زواوي لبن علجية وإن كانت قاسية على الأولمبي. الإعادة بالصورة البطيئة تظهر أن المدافع غربي صبري لم يرتكب خطأ في هذه اللقطة. التنفيذ كان عن طريق جديات الذي يفتتح باب النتيجة، والتي قلبت الأمور لا في المدرجات ولا في أرضية الميدان بل في المنصة الشرفية التي كان من الممكن أن تكون المثل الأعلى للروح الرياضية. المتسبب هو أحد أشباه مسيري الأولمبي الذي لم يتجرع الهدف من اللاعب السابق للأولمبي، والحصيلة كما تشاهدون. وبعودة الأمور إلى نصابها، الأولمبي يضغط عن طريق مسعود على مرتين، إلا أن غياب سوغار ربما أثر كثيرا على أداء الجمعية في هذه المباراة والتي انتهى شوطها الأول بهدف مقابل صفر. المرحلة الثانية من المباراة، آلة الاتحاد تعطل فلم نشاهد الكثير من جانب زملاء بن علجية الذي حاول في هذه الكرة، إلا أن سقوطه اعتبره الحكم زواوي تمويها. مسيرو جمعية أولمبي شلف يحتجوا كثيرا على الحكم زواوي باعتبار أن الكرة في هذه الهجمة لمست يد نسيم بوشامة وطلبوا بضربة جزاء. آخر المحاولات كانت من مسعود الذي عادة لا يضيع في هذه الوضعيات. المباراة كانت صعيبة علينا بس كنا منقوسين خمس ظن اليوم. المباراة اليوم ميطون شوط شوط، الشوط الأول كان ليوسما، الشوط الثاني اللي كان لينا. المباراة كانت لعبت على ضربة جزاء اللي كانت أنا نظن قاسية بزاف، عاودوا شوفوها في كانت قاسية بزاف. أنا نظن اليوم ماهوش من عادتي أنا نهضر على الحكام، مي قاسية بزاف، ما كانش ضربة جزاء كامل. حنا درنا اللي علينا، حبينا نولوا في النتيجة. نظن اليوم راحت لنا يعني نتيجة هنا في الإسماء، سي دوماج.